ريك ستيك عن الهاتف الجديد من شركة HTC One A 9. نبدأ بإذن الله. هاتف HTC يأتي كاملا من المعدن، وهو أول هاتف يأتي بتصميم معدني كامل، أول هاتف في العالم كل الجهاز من المعدن. والهاتف يأتي بذاكرة توسيع SSD بطاقة الذاكرة، ويأتي الهاتف بالعديد من الألوان ومنها الرمادي الكربوني، فضي اللامع، أحمر النابي غامق، والذهبي تبازي. وأتت الكاميرا ب 13 ميجا بكسل وتقنية تثبيت الصور البصري ومعالج يقلل من اهتزاز الكاميرا لصور أفضل من أكثر الحالة، بما في ذلك الإضاءة الخافتة. ويوجد العديد من الأوضاع ومنها وضع التلقائي ووضع يمنحك الهاتف الوضع التلقائي لالتقاط الصور بشكل سريع ومبسط للحصول على صورة مذهلة. يتم الحفظ اللقطات في واحد ثانية فقط من النقرة الواحدة. أما الوضع الاحترافي، إعداد مشهد بشكل مثالي من خلال الإعدادات والتعديلات مثل التركيز اليدوي وقيم التعرض. يمكنك أيضا حفظ الإعدادات المفضلة لدي. والآن مع تفاعل الصوت في HTC One A9، تتويجا لخبرة أكثر من 20 في مجال هندسة الصوت، حيث تم وضع كل جانب من الجوانب. HTC One A9 يمثل الهاتف تصميم لوحة دوائر التي وضع كل مكون كهربائي بغرض محاكمة تدخل الصوت والتشميل، والهاتف مدمج بمدخل DAC ودولبيو أوديو وغيرها. دقة الصوت عالية تصل إلى 24 بت مع تقنية HTC One A9، يوفر صوت عالي للإخبار. صوت يتميز بالانبساط فهو عالي الدقة ويبرز الإمكانات الحقيقية للموسيقى الخاصة به. وتوجد ميزة سرعة الاتصال بالشحن من تقنية كوالكوم وكوال شارج وقت أقل من الشحن، والمزيد من الوقت في التنقل. يدعم الهاتف بحيث يمكن إعادة الشحن والانطلاق في غضون دقائق بدلا منه. والهاتف لديه كفالة لمدة سنة إذا اشتريته من الموقع الرسمي عبر الإنترنت. إذا انكسرت الشاشة أو غيرها من الأضرار سوف يتم تكفيل الهاتف. قم بإرسال الهاتف عبر البريد إلى الشركة وسوف يصلح لك فيها وأعطوك الهاتف الجديد أو صلحه وهكذا. ويأتي هاتف HTC One A9 بنظام أندرويد ماشميلو 6، وهو أول هاتف يدعم الأندرويد 6 ماشميلو بعد هواتف النكسس من جولد. ويوجد في الهاتف تقنية أندرويد باي للدفع للمشتريات عن طريق بصمة الإصبع.